حق توفر بلادنا على قانون يؤثر ظاهرة الإثراء غير المشروع؟ نسألكم سيد الوزير. جواب سيد الوزير. لا، هذا الموضوع، هذا كلمة حق يراد بها باطل. هذا الإثراء غير المشروع قصة. صوت السيد. هذا الإثراء غير المشروع قصة خلقت. القانون الجنائي كله كيتكلم على الإثراء غير المشروع. القانون الجنائي كله يسائل حول مجموعة تاع الثراء إذا كان فيه شي اختلالات أو فيه شي. ولكن كذلك القانون الجنائي مسطرة الجنائية تنص على قرينة البراءة. دليل على التوازن بين المساءلة وقرينة البراءة ونمشي معك. شكرا. هذا يرد بباطل السيد الوزير. لا نحتاج إلى تذكيركم بسياق وطني اليوم طبعه هو وجود فئة تحوم شبهات كبيرة حول ثرائها. اليوم تخترق مجال المال والأعمال والسياسة والرياضة والفن وتشكل تهديدا حقيقيا على المؤسسات وعلى الخيار الديمقراطي. أما فيما يتعلق بقرينة البراءة السيد الوزير، نذكركم بأن لها صنعون، هو صنعها ورفيقها وهو مبدأ الشرعية. اليوم الظاهرة موجودة ولكم أن تلتفتوا ذات اليمين وذات اليسار وأنتم تنظرون حتى تحت أخمص القدمين سيد الوزير لتروا أن الظاهرة موجودة وتأطيرها القانون اليوم يسائلكم. سيد الوزير، اليوم نحن أمام أثرياء ممكن نسميهم أثرياء مصباح علاء الدين. مصباح علاء الدين ما كاينش، ولكن الأثرياء من هذا النوع هما كاينين، والظاهرة كتحتم عليكم تأطيرها بدون مزايدات وبدون قول بأن هذا مصطنع. هذه الظاهرة اليوم تهديدها لا يطال فقط مستوى معين، تهديدها احنا ماشي ضد الاثراء في الفريق الاشتراكي، احنا بغينا المغاربه كلهم يكونوا اثرياء ولكن بطرق كسب مشروعه. سيد الوزير، جيتوا عاد ما قلتوش بسم الله سحبتوا قانون الاثراء غير المشروع، قلتوا الجمعيات ديال حمايه المال العام ما عندهاش الحق تقدم الشكايات، ودابا قلتوا اللي تكلم على الفساد غنقدموه للعداله. النتيجه ديال هذه الاجراءات الغير بريئه هو التراجع ديال البلاد ديالنا في مجموعه من المؤشرات بما فيها مؤشر ادراك الفساد اللي تراجعنا بسبعه ديال الدرجات في عام واحد. السيد الوزير، كنقولوا اذا عرف السبب بطل العجب، ودابا مع توالي الفضائح ومع هذا الشيء اللي كيوقع اليوم وكثرة المتابعات القضائية وكل نهار فضيحة، فهمنا بأن هذه الحكومة ما عندها. كان دائما في المغرب والناس المعقولين كاينين دائما في المغرب، وحنا مجتمع فينا المزيان وفينا الخير، والأحزاب تمثل مجتمعها، فيها كما هو المجتمع فيه الخير والمزيان كذلك الأحزاب فيها الخير والمزيان. علاش كنحكموا على المغاربة أنهم فاسدين وكاع اللي داير الفلوس صفار وخصنا كلشي نحكموا كلشي نديوه للحبس باش شي واحد يدي يعطينا دروس في الأخلاق؟ من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. شعبنا فيه المزيان وفيه الخير، ولذلك وضعت الدولة، الدولة علاش تأسست أساسات باش تحمي اللي مزيان وتدي اللي خير بالحبس، وماشي كلشي اللي في الحبس ولكن خليت المرأة نحترموها. أما إلا غير المزايدات في الكلام ونتهبوا كلشي بالفساد ونبانوا حنا نضاف على السنوات الفريضة ما كانش فيها فساد. شحال واحد مشى للحبس في السنوات الفريضة؟ عاد بانوا لكم اليوم. شحال واحد دار لي إخلالات؟ عاد بانوا لكم اليوم. أنتم كنتوا كتعطونا دروس في الأخلاق وداخلكم تدرت جرائم. علاش ما كتعطونا الدروس؟ لهذا الله يجازيكم بخير. إلا بغيتوا تشوف شي واحد شوف ليه في عينه من حيت تتكلم. أما الفساد موجود والقانون موجود، ودرنا القانون ودرنا الحباسات وتدرت الإجراءات غير باش نحميوا المجتمع ونحاربوا الفاسدين، وسيبقى هذا إلى أن يريد الله الأرض عليها. وإلا قولي لي علاش موجودة الجنة وموجودة جهنم؟ موجودة جهنم باش تدولها المفسدين وموجودة الجنة باش تدخلوا المسلمين. شكرا.